السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ اليوم كمان رح ناخذ درس جديد من سلسلة الدروس حل مشكلة دير ديتاس. أولا اللي بيسألني وين بلاقي هالدروس، اكتب على يوتيوب حل مشكلة دير ديتاس بيطلع لك كثير من الدروس، أو اشترك بالقناة بحط لك رابط فوق المنشور مشان توصل لك كل الدروس. درسنا اليوم بتقول إنه غالبية الكلمات اللي بتنتهي بالتاك تمام وباللاك وبالغاك، يعني هدول تاخد دير تاك ولك لك وغك، هدول تاخد يعني دير. خلينا نبلش بالكلمة كلمة. عنا أول كلمة دير تاك، طب مخدي مو حلو يعني دبروها. دير تاك يعني يوم، ما كتبت أرتيكل لأنه بتكرر. دير تاك يعني يوم. دير فيس تاك، دير فيس تاك يعني يعني يوم العيد. دير ميت تاك، دير ميت تاك يعني ظهر أو ظهيرة. عندنا دير زامستاك، دير زامستاك يعني يوم السبت. وفيك يعني تكمل بقية أيام الأسبوع، أنا ما كتبتهم مشان ما يطول الدرس. زامستاك، زونتاك، مونتاك، دينستاك، دينستاك، ميتفوخ، دونستاك، فغيتاك. تمام. عندنا كلمة دير جيبوستاك، دير جيبوستاك يعني عيد ميلاد. وعندنا دير موتا تاك، دير موتا تاك يعني يوم يعني عيد الأم. عندنا دير نخميتاك، دير نخميتاك يعني بعد الظهر. دير فورميتاك يعني قبل الظهر. وميتاك دير ميتاك يعني الظهر. تمام. ايه يعني كمان مثلا مثل فيلتاك يعني عيد يعني يوم العالمي. اليوم كمان راح ناخذ كلمات اللي بتنتهي هلا اللي بتنتهي باللاك. تمام. انا اول كلمه دير شلاك، دير شلاك يعني ضربة أو صفعة، دير شلاك يعني ضربة. تمام. وعندنا بعده دير غط شلاك، غط شلاك يعني نصيحة، دير غط شلاك يعني نصيحة. واللي بعده دير أم شلاك، دير أم شلاك يعني ظرف أو ظرف أو غلاف. تمام. دير أم شلاك. عندنا كمان كلمة مهمة يعني بس كتير بيستخدموها بالامتحان، البي ايز تبع الحكي يعني شبريشن شبريخن. دير فورشلاك، فورشلاك يعني اقتراح يعني. تمام. مثلا بيقول لك انا عندي اقتراح او هو عنده اقتراح، دير فورشلاك اقتراح، يعني احفظوا الكلمه كمان كثير مهمه. عندنا كمان كلمات اللي بتنتهي بالغاك، عندنا كلمات كثير مهمه. دير انتغاك، دير انتغاك يعني اللي عندنا دير انتراك يعني طلب، دير انتراك يعني طلب. دير فيتراك يعني عقد، دير فيتراك يعني عقد. دير بيتراك، دير بيتراك يعني مبلغ. هالكلمات كثير بيستخدموها بالجوب سنتر، بالبنك، بالسوسيال، يعني بالبوستات اللي بتجيك مثلا خاصة تبع الراتب، زيك احفظوا كثير. عندنا دير بايتراك، دير بايتراك يعني مساهمة أو مشاركة. تمام. طيب خلصنا الدرس، واستنونا بدرس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.